ليه بيدافع قيمه الاعاره لمده موسم لنادي حرس الحدود. ازيك يا ابو حميد؟ كابتن كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام، معلوماتك تمام كلها، يعني انت رديت على اللي انا كنت هقوله. يعني ما انا عارف، ما انت عشان تروح الاهلي او تروح اي نادي تاني، اهلي المصري يعني او اي نادي تاني، لازم اهلي طرابلس يوافق ان اهلي طرابلس دافع سنه اعاره سنه كامله لحرس الحدود، وانت مجدد مع حرس الحدود، وحرس الحدود هو يعني صاحب القوه في الموضوع، فقصه كده ملعبكه شويه. تمام، زي ما حضرتك حكيت بالظبط. طبعا انا طبعا رحت اهلي طرابلس اعاره سنه ولسه يعني فات 6 شهور، باقي لي 6 شهور. فطبعا لو في اي انتقال او اي حاجه الفتره ديت شهر واحد هيبقى عن طريق طبعا اهلي طرابلس، طبعا رقم واحد، ورقم اثنين الحرس. يعني لازم اهلي طرابلس يوافق بالظبط، وبالتالي يستغنوا ويرجعوا بالتالي لنادي حرس الحدود. طيب سيبك من اهلي طرابلس، سيبك من حرس الحدود. انا عارف ان انت يعني في اتصال مع احد المسؤولين في النادي الاهلي ومتفقين على كل شيء، يعني قيمه التعاقد كل حاجه، ولكن اللفه اللي احنا اتكلمنا عليها، هل النادي الاهلي لو فعلا متمسك بيك هيعرف يخلصك من اهلي طرابلس وحرس الحدود، ولا فيها مشكله برضه؟ والله انا بص، من ناحيه نادي حرس الحدود هم الناس. انا قبل ما امشي خلينا بس نبدا الموضوع من اوله. في اتصالات مع النادي الاهلي المصري؟ في كلام، في كلام مع مدير اعمالي وكلام معايا يعني. تمام. بس وطبعا انا بتكلم بقول لهم ان الموضوع في ايد النادي حرس حدود وفي ايد النادي اهلي طرابلس، وانا طبعا مستني رئيس نادي اهلي طرابلس جاي النهارده، وممكن اقعد معاه بكره وهشوف الموضوع، حل معاه الموضوع. لو هيقدر ان هو يستغنى عني في واحد هيبقى ما عنديش مشكلة، هيقول لي استنى، دي برضو دي حاجة بتاعته هو، يعني ما اقدرش انا اتكلم فيها يعني. يعني قصة. وانا من ناحية حرس الحدود، انا يعني قبل ما امشي لما كنت قعدت مع رئيس النادي قال لي ما عندناش اي مشكلة ان انت لما ترجع ويجي لك عرض احنا مستناه في اوضتك والكلام دوت يعني. فالموضوع دلوقتي يعني كبير كله عند رئيس النادي اهلي طرابلس. طيب اتكلمت مع رئيس نادي اهلي طرابلس في القصه ولا لا؟ لسه ما اتكلمتش معاه، هو راجع، هو جاي النهارده. انت في مصر يا احمد صح؟ انا في مصر، مصر. بقالي يومين. ورئيس النادي جاي النهارده؟ هو جاي النهارده، زمانه وصل يعني مصر، وممكن ان شاء الله باذن الله بكره طبعا هقعد معاه ونشوف الموضوع هيتم على ايه يعني. اهلي طرابلس هيعمل ايه بعد رحيل الكابتن حسام البزدري وتوليه المنتخب الاولمبي؟ والله طبعا يا كابتن كريم، طبعا احنا يعني كابتن حسام طبعا كان موجود معانا، وطبعا ادينا بشكل كويس مع الناس الحمد لله. صعدنا، خدنا اول مجموعه الدور الاول، وصعدنا طبعا الكونفدراليه، ادينا بشكل كويس معاهم. وطبعا كابتن حسام يعني على اخر كلام معاه من يومين قبل احنا ما نرجع، قال لنا لسه ما خدش قرار والكلام دوت، بس انا في نيه ممكن ارجع وممكن لا. فطبعا دي حاجه بتاعته هو، وطبعا اعتقد ان هو هيقعد برده مع رئيس النادي برده بكره عشان برضو خلاص يعني يقول له يا هو مكمل يا اما لا يعني. بس فكنا بنتمنى طبعا. لا هو خلاص مش راجع، هو خلاص مسك المنتخب الاولمبي، يعني قصه اللي هو راجع دي، او يعني حتى تصريحاته النهارده اتفرجت عليه مع الكابتن اسلام الشاطر في احد القنوات الفضائيه او قناه القاهره والناس، قال لك خلاص موضوع العوده لليبيا المنتهي خلاص، هو اتفق ان هو يعني هيكون مدير الفني للمنتخب الاولمبي. أنا طبعا بتمنى له التوفيق مع المنتخب الاولمبي، وهو طبعا اضافه لاي مكان يبقى موجود فيه كابتن حسام، وربنا يوفقه يعني. هناك ما خدوش بديل للكابتن حسام، او اختاروا بديل للكابتن حسام في ليبيا؟ والله انا يعني على حد علمي ان هم في 2 مدربين مصريين مترشحين يعني ان هم يبقوا مكان الكابتن حسام، بس لسه ما اعرفش. اعتقد ان برضه رئيس النادي هو جاي عشان برضه يخلص موضوع مين الاسماء يا احمد؟ والله كابتن كريم هقول لك يعني، بس انا مش عارف بقى. أنا لا قول يعني، مفيش اصل، مش قصه يعني. سمعت الكابتن طارق يحيى وكابتن فاروق جعفر. كابتن طارق يحيى وكابتن فاروق جعفر، واحد منهم مرشح يكون مكان كابتن حسام البدري في اهلي طرابلس. ده على حد علمي يعني. كويس، برضه احنا عايزين مدربين مصريين يكونوا موجودين يعني. طبعا احنا كابتن، احنا لما رحنا هناك في مدربين مصريين، في كابتن طارق العشري ماسك اهلي بني غازي، ماسك المجموعه به، وكابتن محمود جابر ماسك الهلال. والحمد لله يعني المجموعه الف وباء الاثنين اللي صعدوا افريقيا يعني مدربين مصريين، والحمد لله مقدمين بشكل كويس. هو انتوا صعدتوا كونفدراليه ولا دوري ابطال افريقيا؟ كونفدراليه. عملوا دوري مجموعتين، اول المجموعه الاولى يروح كونفدراليه، واول المجموعه الثانيه يروح دوري الابطال. بالظبط كده، والحمد لله يعني كابتن طارق صعد باهلي بنغازي، وكابتن حسام صعد باهلي طرابلس، فالحمد لله يعني المدربين المصريين مقدمين بشكل كويس هناك، فاعتقد ان هم
يعني لو كابتن حسام خلاص اكيد هيجيبوا حد مصري يعني على حد علمي. انت اجازتك هتخلص امتى وترجع ليبيا، ولا مش هترجع تروح على الاهلي على طول ولا ايه؟ هو لسه بقى ده هيبان اليومين الجايين يا كابتن كريم ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو حميد. عمر جمال كويس واسلام رمضان؟ كلهم تمام والله. واحمد رؤوف مع اتحاد طرابلس اخباره ايه؟ تمام والله، يعني هو جنبنا على طول قاعد معانا، ويعني بس مش مرتاح برضو نفسيا، برضو القعده لوحده برضو صعبه شويه، بس طبعا ده شغل وربنا يوفقه طبعا، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. بشكرك يا احمد، وان شاء الله يعني اجازه سعيده، وهنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه لاحمد حسن مكي، هل هينتقل للنادي الاهلي المصري ولا نادي اهلي طرابلس الليبي هيرفض. القصه زي ما قلنا في ايد اهلي طرابلس الليبي ونادي حرس الحدود، واحنا حكينا القصه مع احمد حسن مكي. لجنة البث الفضائي بتقترح الحصول على شارة البث من التلفزيون